السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن احوالكم. نلقاكم هاد لا فيديو في احسن احوالكم يا ربي. فيلا كنتي مهتمه بموضوع المضامه اللي كي تندمي لهاد القناه وتشتركي في هاد القناه وتفعلي جرس التنبيهات باش يوصلك كل جديد. فيديو عامره البنات بموديلات التركيه للمحجبات وكذلك غير المحجبات، لبسة واعرين كيحمقوا مزيونين. كنتمنى تكملوا لا فيديو حتى الاخر باش تعرفوا على الجديد ديال هاد لا فيديو هادي بالنسبه للباس التركي كذلك. فهنا كما كتشوفوا معايا هاد اللبسه هادي اللي جات غزاله ما شاء الله، وهذه لبسه واحده اخرى كما كتشوفوا معايا هي جات غزاله ما شاء الله. شوفوا معايا طريقه الخدمه ديالها كذلك، شوفوا اللويه اللي فيها، فهي ما شاء الله غزاله كتحمق. وشوفوا معايا هاد اللبسه هادي اللي جاي في هاد اللون اللي كيحمق اللي هو طوندونس هاد العام. شوفوا معايا، شوفوا معايا اللبسه كي جات كيفاش مخدومه هاد لاشوميز هادي. ونشوفوا هاد اللبسه هادي اللي جات مختلفه على كاع دوك اللي شفنا من قبل. شوفوا معايا كذلك طريقه الخدمه ديالها في الكميمات، فهي غزاله ما شاء الله. شوفوا معايا كيفاش كتلبس. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد اللبسه كيفاش ملبوسه. ومشيو هاد هاد اللبسه هادي كذلك اللي جايه انيقه ومريحه بالنسبه للسيدات المحجبات. شوفوا الخديمه ديال هاد البنات كي جات في الكتيفة رائعه ما شاء الله. ومشيو هاد الموديل هذا اللي جا في هاد الشكيل هذا اللي جا في هاد الفصاله هادي. شوفوا معايا، شوفوا معايا اللوين كذلك، شوفوا معايا كيفاش كيفاش تلبس كذلك. وهاد الخديمه هادي كذلك شوفوها معايا هي غزاله ما شاء الله. فهنا لا فيديو كيوضح لكم اكثر هاد اللبسه كيفاش ملبوسه وكذلك كيفاش مخدومه. شوفوا هاد لاشوميز هادي كذلك كيفاش مخدومه. شوفوا معايا البنات فهي غزاله ما شاء الله وانيقه في اللبسه ديالها كذلك مريحه. وهاد الموديل هذا اللي جا مختلف كذلك على اللي شفنا من قبل. فقلت لكم لا فيديو فهو عامر بالجديد، فكنتمنى تكملوا لا فيديو حتى الاخر وما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب.